علمت المصري اليوم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي من المقرر أن يلتقي الخميس برئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ديسالين، وذلك بعدما انطلقت بمقر وزارة الخارجية الاجتماعات التمهيدية للجنة العليا المشتركة بين البلدين، فيما أكدت السفارة الإثيوبية بالقاهرة أنها تعلق أمالا حول القمة لإنهاء الخلافات حول سد النهضة. وللتعقيب على ما لدينا من اخبار، بنرحب معنا في الاستوديو بالكاتبه والروائيه دكتوره رشا سمير. مساء الخير يا دكتور. دكتور رشا، يعني هل تعتقدون او هل يمكن ان نامل ان تكون هذه الزياره حاسمه لانهاء الخلاف حول سد النهضه والتوتر الذي شاب العلاقات؟ بس ما اقدرش ابقى متفائله قوي واقول كده، يعني لان حصل اكثر من لقاء قبل كده، لكن هذا اللقاء ربما ياخذ الموقف الى درجه اعلى شويه، لان هذه المراجعه هي درجه التفاوض مع الرئيس، فاحنا طلعنا لمستوى اعلى شويه من رؤساء الوزارات ومن وزراء الخارجيه. احنا النهارده التفاوض مع الرئيس شخصيا. طبعا هي يعني هي خطوه تؤكد على ان مصر لازالت متمسكه بالحل السياسي، لان قيل كثيرا ان مصر ستخوض حربا، طبعا الشائعات الفظيعه ضد اثيوبيا، هذا لن يحدث لان مصر لازالت يعني مع العلم ان الرئيس السيسي قالها صراحه ان الميه في مصر خط احمر، يعني ما حدش هيجي ناحيتها، ولكن الموضوع ما وصلش لكده، ان احنا لازلنا متمسكين بالحل السياسي، وده شيء مهم جدا. في مبادره اعتقد انها هتطرح، وهي طرحت من قبل، كانت مبادره مصريه ان ممكن نلجا للبنك الدولي كطرف محايد معنا في هي مبادره يعني، او نلجا لطرف ثالث محايد ان لم يكن البنك الدولي. فاعتقد ان هيكون في اتفاق على هذه النقطه، او نشوف اثيوبيا بتفكر ازاي في النقطه دي. النقطه الثانيه ان ديسالين نفسه هيلقي خطبة أمام مجلس النواب. قيل طبعا يعني الخبراء قالوا ان هي محاوله لاستماله مجلس النواب المصري، لان هو يدعم فكره سد النهضه، او يشرح لهم فكره ان يعني احنا بنعمل سد النهضه دي. طبعا لا اعتقد ان الكلام ده مظبوط باي شكل من الاشكال، لان الميه هتؤثر على النواب وعلى غيرهم، فمستحيل ان هيكون في موافقه على ده. لكن هنعتبر، وطبعا برضو عشان ما نبقاش متفائلين قوي ونقول ان الزياره دي احسن حاجه حصلت يعني، ولكن هي رد لزياره الرئيس السيسي لاثيوبيا ومبادراته الكثيره انه يضع ايده في ايد الحكومه الاثيوبيه وفي ايد اثيوبيا لتجاوز هذا الخلاف يعني. فنتمنى ان يحصل اتفاق، وخصوصا ان مش هنقول ايه، لا يعني لو في شخص بيتفاوض طرف ثالث هيقول طب لما ارجع للرئيس وارجع لك، النهارده ده الرئيس نفسه بيتفاوض. اهميه الموضوع مهم جدا. نتمنى الموضوع ما يوصلش لمحاكم دوليه، وما يوصلش يعني احنا لازمنا متمسكين بالشق السياسي او التفاوض السياسي. اتمنى يكون في نتيجه يعني.